أنا أعطيتك الجواب وسجلها علي. الطرفين الكرديين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي في سدد مفاوضات وحوارات واتصالات ساخنة من أجل التوصل إلى حل يرضي الطرفين والدخول إلى مجلس النواب بمرشح واحد، وهذا خذه من عندي وسجله للبرنامج، والأيام القادمة تعطيك الجواب الصحيح إن شاء الله. هاي واحد. أنا أؤيد الأستاذ أحمد الوندي. يعني إحنا الآن أخي العزيز، إحنا ما نشهد الآن هو نتيجة أحداث تشرين البطلة وتضحيات تشرين. تشرين جاءت بالنواب إلى قبة البرلمان من أجل التفاهم السياسي. المواطن العراقي ذهب إلى ساحات الاعتصامات والتظاهرات لحياة أفضل، لمعيشة أفضل، لفرص عمل أحسن، لاستقرار سياسي وأمني واقتصادي أفضل. هل ما يجري الآن هو في خدمة السلم المجتمعي؟ هل ما يحدث الآن هو في خدمة الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي في كل العراق وبضمنها إقليم كردستان؟ بالتأكيد لا. يعني إحنا نحتاج إلى تفاهم سياسي. هذا التفاهم أنا من أقول نحتاج إلى العراق، لازم نبديه من داخل المكونات ومنها المكون الكردي. ولهذا أنا أصر أن أكو هناك حوارات من أجل التوصل إلى الحل الأمثل والوصول إلى مرشح واحد.